هاتي نظام. هاتي حبيبتي. نورت بيتك يا استاذ فاضل، والحمد لله لقيت على قد كده. يلا بينا احنا بقى يا اولاد عشان نسيبهم يرتاح. مش عاوزين اي حاجه؟ هفوت عليكي بعد الظهر. يلا يا رحمه يلا علشان نساعد ماما ونرتب الحاجات دي. وبعدين يا جماعة احنا ناس مؤمنين بالله ولازم. وبعدين معاك يا حبيبتي. تعال تعال. واخرة سكاتك ده بس يا فاضل. وكلامي حفيد بايه؟ اهو اهو الحقيقة اهي اهي. بتاع ده مش عارف امشيه. طب طيب بس ايه معلش بكرة تتعود عليه. طيب روح انت شوفي رحمة مالها. النظرة معاها جوه بس اهدى انت. حاضر حاضر. هو بابا ناقص يشوفك ضعيفة كده قدامه. تفتكر هيحصل لنا ايه بعد كده؟ ومين قالك ان في حد بيعرف الغيب؟ احنا خلاص خلاص انتهينا. واللي كان كان. رحمه سهل قوي على الانسان انه يستسلم لظروفه ويسيب الحزن يعشش جوه قلبه، وساعتها هيبقى معاه العذر الفشل. لكن الصعب ان الانسان ده نفسه ينجح رغم قسوه ظروفه، بس يقدر. وده الانسان اللي ربنا اكرمه. انجح انجح ازاي يستر خرب ده كله؟ لو يأسك ده صح يبقى كان لازم دولة زي ألمانيا تنتهي خالص بعد الحرب العالمية التانية. بس انا مش دولة يا أبلة، انا حتى مش بلد، انا بنت. بنت كان لها احلام بوسع السماء لكن خلاص ضاعت. يبقى ضعفك هو السبب، وانا ما احبش ان بنت من افضل بناتي تبقى ضعيفة بالشكل ده. عن اذنك. عاوز تاكل ايه النهارده عشان الحق اعمله لك؟ ياه انا بقالي قد ايه ما سالتكش السؤال ده. 4 شهور و11 يوم من يوم الحادثه لحد النهارده. ما شاء الله على الذاكره. ما قلتليش هتاكل ايه؟ شوربه بالتربيه وشركسيه ولحمه مشويه والحلو ام علي. ايه يا تقية؟ انا نسيت اسيب فلوس في البيت ولا ايه؟ وبعدين معاك يا فاضل. بس فين سيرتك يا تقية؟ بعتيها كلها ولا فاضل شوية لسه في الصندوق ناوية تبيعيهم علشان تأكلينا؟ ايه الكلام ده؟ ازاي قدرتي تصدقي اني مش فاهم انك بعتي سيرتك علشان تدفعي فلوس العملية والمستشفى والعلاج الطبيعي ومصاريف رحمة وحتى إيجار البيت؟ إزاي كنت هتدفعي ده كله؟ منين إذا ما كنتيش بعت سيرتك؟ اسمع بقى، الصيغة دي أنت اللي جايبها لي، وأنا مش صاحبة فضل في أي حاجة. والخاتم اللي ورثتيه عن والدتك؟ بكرة تجيب لي أحسن منه. عاوزة تعرفي يا تقي أنا كنت ساكت طول مدة العلاج الطبيعي، مع إني كنت متأكد إنك بعتي سيرتك. ساكت لأنه كان عندي أمل، أمل إني أخف أطيب وأخرج من المستشفى وأمشي على رجلي أشتغل وأكسب وأعوضك عن التضحيات اللي عملتيها. وأجي أقول لك أهي صيغتك أهي يا تقية. خلاص وأقول لرحمة مشوار المدرسة كل يوم على رجليكي انتهى خلاص. كل التضحيات اللي عملتوها دي ما عاد لهاش لازمة لأني خفيت ورجعت تاني زي ما كنت، بقيت راجل البيت. لا لا يا بابا، انت راجل البيت. انا خيال مآتة، عصايا خشب على شكل بني آدم علشان يخوفوا بيه الطير. هي دي الحقيقة، خيال مآتة ما يقدرش يهش ناموسة حطت على راسه. لا
لا مش صحيح، كل حاجة هترجع وهترجع أحسن مما كانت كمان. شفت ربنا انت عامل ازاي يا مشاوير؟ استغفر الله العظيم. وانا عملت لهم حاجة يا ولا؟ اني السبب في الحادثة ولا في حياة؟ ده مش انتقام من ربنا ده للي عملوه فيا؟ بقى يسلطوا علي عبد الفضيل علشان يقتلني. اديك شفت عبد الفضيل جراله ايه، وادي انت بتقول ايه عن فاضل. ربنا تولانا برحمته. جناب العمدة، مش كفاية اللي حصل باقي والمسامح كريم؟ لا، اللي حصل لفاضل وعبد الفضيل مش كفاية ابدا. لسه تقية بنت العفيفي اللي دفعت لها ديون ابوها هي السبب في اللي حصل دي كله. نفسي في حاجة تجننها. لا 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 لا، مش كفاية. نفسي راح عايزني. لا لا، القتل ده مش سكتي ابدا. رحمة لازم يحصل لها حاجة تحرق قلب امها عليها. صحيح ما نفسيش الهوى الطاير يمس شعرة منها، لكن عمال ايه، ما باليد حيلة يا مشاوي. الست رحمة حرامة جناب العمدي. حرمت عليك عيستك، يظهر انني مش هقدر اعتمد عليك يا ولد. اوعى. لا، انا من ايدك دي لايدك دي. مبروك يا رحمة، ألف مبروك. على إيه؟ على إيه؟ نتيجة ظهرت ونجحتي. مبروك يا عمي، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا ابني. فين طنط ترقية عشان أفرحها؟ طنط ترقية. الحمد لله إنك أنت اللي فتحتي الباب. مبروك، أنت نجحتي. مبروك يا عمي. الله يبارك فيك يا ابني. أهلا يا سيد مأمون. أهلا يا دكتور. غريبة، هو مش امتحان الثانوية العامة بكرة؟ ان شاء الله. طب مش الافضل انك انت تروح تذاكر؟ لا، ما هو كان جاي يبارك لي زيك. اتفضل يا ابني استريح. اتفضل. اتفضل يا عمي. عن اذنكم. رايح فين؟ مش هتستنى شوية؟ دي ماما جاية حالا. بعدين بعدين. شفتي بقى انا اللي بجيب لك الاخبار الحلوه ازاي؟ ما هي النتيجه متعلقه وممكن اي حد يقراها ويجيبها. عن اذنك. غريب، يا الانسه رحمه مالها؟ رحمه بخير والحمد لله. عمي، مش حضرتك قلت لي لما رحمه تنجح وتخلص الامتحان نبقى نتكلم في موضوع الجواز؟ طيب اهي رحمه نجحت الحمد لله. والله الحقيقة يا ابني، احنا لو فكرنا في جواز رحمة مش هنلاقي احسن منك، بس يعني احنا ظروفنا المادية. لا لا لا، من الناحية دي ما تحملش اي هم، انا عايزها بفستانها وبس. ازاي يا ابني ازاي؟ ده انت كمان لسه في مبتدى حياتك، ورحمة زي ما شفتها هي الحيلة. بس يا عم يا ابني اعمل معروف، انا مانيش فايق للموضوع ده دلوقتي. الله، امال انت؟ انا استنيك كتير قوي. معلش، استنى 5 دقايق كمان ووالدتها تيجي وشوف رايها ايه. طب طمني بكلمه واحده. ربنا يطمنا جميعا. لو سمحت لي يا بابا، انا هروح اجيب شهاده النجاح. لحظه يا انسه رحمه، بعد اذن حضرتك يا عمي،